يا لك بسيطة ولك عباد يا أمي، لك كل العظماء مروا بهي الصيرورة، هي حتمية التاريخ صيرورة لكن وإلا صار في تصدع بطبقات المجتمع. أنا صار عندي تصدع براسي من فوق من أصابع رجلي راسي عم يطلع تصدع. سلامتك سلامتك. نملت تحمل الوجع عم يطلع من هون من راسي دغري مباشرة. بس لو أنا أعرف شو أفكارك. أنا يعني بالنسبة للأفكار تعرف أنت مسألة الثقافة. شوف أنا بقدس مسألة الكتب أكثر شيء. يعني ما بترك الكتاب من إيدي حتى وأنا شوف بالورشة وبالفرشة تلاقي الكتاب بإيدي. حتى وانا عم بدهم تلاقي ماسك الفرشاي بايد والكتاب بايد. يا مواقع من على السيبه وانا مطحبش لاني ما بين تعرف انت. ما شاء الله عليك. مرحبا انا سليدا، سعد لي هالصباح الحلو. انا توفيق، انا رفيقه لأرجانتي الأمتين اخوي، نحن ساكنين مع بعض نشتغل معنا. اهلين اهلين وسهلا. عن سليلة بصراحة انا شفت اللي صار امبارحة وصراحة ما عجبني الوضع منه. يعني بدنا نلاقي لنا طريقة هيك نحكي فيها نرجع الامور. ايه بينك وبين المعلم خالد بين ابجانتي. لا 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 انا المدير هون على فكرة، انا المدير وكلمتي ما بتصير تنتين. مون عليهم كلهم. ايه بدنا نشوف لنا هيك خلاص بنعملنا هيك طلع ونشرب كاسة شاي على رواق ونحكي بكل الأمور بأمرك. خلاص مستني تليفونك. أنا ماشي باي. الشربات يا أم إبراهيم. يا أستاذ أنت راسب راسب. هيا في المال بالراحة. لا هو كأنه قصير علي. لا موش قصير، بس انت شده بالراحة بمشي الحال. يا سلام شو بقى قلنا بالراحة بس مو هيك. لا هيك بس مشان انت بالراحة زيادة. كل شيء جاهز؟ تمام؟ تفضل انطلق. اطلع يا سيدي. شوفي قوم عم يدهولك. عم يدهولي؟ هدول اكيد بدهم يردوا لي على المقترحات اللي اقترحت عليهم. عبادك يا جاي جاي. Bye.
شوف هذا شو عمل في الدوامة. هو الطريق بالأساس له، بس نحن دخلنا عليه. يعني احنا غلطانين؟ لا مش غلطانين، هو داخل دوار يسار. تحرك راسك يمين يسار. اطلع. كثير انبسطنا اه عن جد. اذا بدك كل يوم نطلع اوكي. في محل بوظه ما فتنا له. بدي اقول لك شيء، بدي فل على البيت. ثانك يو كثير عن جد، عذبتك معي. حياه اختي. رايحه هلا؟ طب ما شربنا شيء، ما عملنا حركات هيك، خليني وصلك على البيت. وصلك ايه احسن ما تروحي لحالك. حياتي كنت توصلنا على البيت، ما اختي وخالتي وجوز خالتي وكلهم قاعدين عندي بالبيت. معقول راسك؟ خلص بحكيك، قلت لك بحكيك، اوكي حياتي باي. باي. لا ابو ناصر لا، انا ما بقبل بهذا الحكي. اخي شو هذا؟ لازم سافر فورا. انا شيخ شوفيرية الشام، ثلاث مرات ياخذوني ويجيبوني لحتى يعطوني الليسه. زيقتني يا ريال الله يهديك التهد. شباب كل طلبات الزباين اليوم على حساب المحل. ها اسمع يا ابو جاد، تعتبر هالمكان مكانك والبيت بيتك. انت صاحب المكان ونحن ضيوف عندك. ان شاء الله اللي ما توقف عيلك عدل، ساعات ربك كريم. بمعيه الله وبمعيتك يا ابو ناصر. بس قل لي هلا انا يعني شو لازم اعمل؟ انت ما تسوي شيء. خذها تروح العنوان هذا وربك كريم. لك روح الله يخلي لي اياك يا ابو ناصر. الله وكيلك، ما بعرف كيف بدي ارد لك هالمعروف كله هذا اللي عم تعمله معي. انت تستاهل كل خير، ونحن حاضرين لعيوننا بضايات الشام، والشام كله وسوريا على راسي. بيبقى لك العز يا ابو جانتي. إيه هيك ها بيضت علي الطرشاء، مالي حاسس حالي شوفير تاكسي، حاسس حالي كابتن طيار رح طير بعد شوي. لا هدي يا ابو جانتي، هدي خليك على الارض. يا سوناتا انا حبك عبالي وكرمالك انا لسر ليالي. The night is long يا حلمي وحياتي، without your eyes is empty يا خالي. مانا فاضيين، مانا فاضيين، عم نعمل لفة هلا. سياحة واصطفاف. استفتاحية بالصلاة على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين يا أختي. لوين مشوارنا بإذن الله؟ أروح سيدة. سيدة سيدة. سيدة مول ولا سيدة أوتيل؟ سيدة يعني طوالي، يعني ستريت. هي لا تأخذين أختي على مؤاخذة، لأنه أنا جديد بالبلد، يعني هذا أول يوم لي، ففي مصطلحات كتير لسه ما بعرف. أقول لك تحرك ولا تكسر في الكلام.
حشا وايد تتحرطم. تحرطم؟ يعني بس لازم اعرف لوين مشواري يا مدام اذا سمحتي. يعني هذا المشي على عمياني بطلناه من زمان. اقول لك اتحرك ولا تراني بشتكي عليك. يلا اشتكي علي؟ لسه ما سخن تحتي. صلي على النبي، لانه هذا الطريق يا اختي اذا مشينا فيه بيوصل على العين. على العين مولايتين واثناش مولاية، جسر الحديد انقطع من دوس رجلايا. العين واللي على الخشم. اسمعني اتحرك سيده وشغل هالعداد ومالك خص. لا سيده كل شيء له باصمه. حشا انت من وين؟ انا من سوريا. طلعت سوري عيل، وانا اقول ليش بمرتاحه وياك. والله لراويكم انتو يا سوريين مثل ما سويتوا فيني. شو امرتي خانو؟ اص جب اتحرك وما لك خص، ولا والله العظيم بشتكي عليك عند شركه التكاسي. اقول لك لف على الشيشه. ليش بدي لف على الشيشه؟ انا مفوي. وانا بفول بعد. ديزل ولا بنزين؟ مالت عليك تنكت بعد، انا بفول رصيد. لا تنسين هاي فوتي على الشيشه. لف لفني. هي هي وهي وصلنا على الشيشه. شو بتريدي؟ يا ولد هذه يبلي فيها رصيد، وهذيلة هاكلي فيهم مدواخ وتنباك. مدواخ مدواخ ما غيره؟ هي هي مدواخ مدواخ، أنا مالي نسيتها في البيت. يعني بس مو تقيلة عليه شوي انتي؟ تقيلة؟ أقول لك لا تطنز دير بالك. ها؟ لا بس أنا قصدي مشان رئتينك بس. أنت ما يخصك في صحتي ورئتيني. لا تأخذينا. الو مرحبا سامر، انت وين؟ الشغل زين. بشر كيف الشغل؟ يا ريال نسقل الامور طيبه والامور طيبه، ونحن كل يوم في الثاني طايحين في خساره. اسمعني يا سامر، تراني ما وصيت، الايام هذه ايام موسم ولازم نشد حيلنا علشان نربح. اي نعم. لا انا مو في دبي، انا في المغرب، ان شاء الله كلها كم يوم وبرجع ان شاء الله خير. يلا مع السلامة. مع السلامة. يلا يا رب. شرفي مشكور وما قصرت. أهلا وسهلا. وطف الجرن تحرك. توفيق. ايه ابو ناصر. تعال ابو ايش فيك توفيق مضايق وزعلان؟ حد مزعلنك؟ والله يا ابو ناصر فقد له لابو جانتي، يعني كنا نتسلى انا وياه. الله يهديك. بس ابو جانتي الحين في المكان اللي يحب، ريال اشتغل، ادعي لنا الله يوفقه. بعدين تعال ليش زعلان؟ تراه كل يوم وياكم في المساء. تي شوف شغلي. هلا وسهلا. هلا بالغالي. هلا بالملوك والله. على راسي والله. هلا بالغالي اخوي الغالي. طمني عليك، شو صحتك الاهل؟ لا اطمن، الرجال استلم السيارة واشتغل. عيني عليه باردة. عفا عليك يا ابو الملوك، خيرك وفضالك علي وايد. لا تقول هالكلام، ايام الشام والعرقيه ايام حلوه ما تنسي. على راسي والله. عزيز وغالي طمني عليك. اقول بخصوص الشغل ان شاء الله، بس مو متاثر بالاوضاع. الله يهدي النفوس ان شاء الله ويحفظ سوريا واهلها. على راسي والله. الله يحفظك.
مع السلامة. نيحو؟ هي هني زين. اسمعني، أنا بروح داخل بجيب شغلة، بس آها تروح مني ولا منك؟ أنا بأمورك. ترياني. دبجي شوي بالمشي. معقول بدها تهرب من الحساب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إلا بسألك أخوي، هذا المحل أشوفه مسكر، متى يفتح؟ والله إذا في شي ضروري ممكن تلاقيه ملقح على شي طاولة بالقهوة. ملقح في القهوة؟ نعم. يعني القهوة تحرق راسي إن شاء الله. تفضلي، إحنا في عنا طلبك، شو بدك محتاجه فيه؟ لا مشكور مشكور، ما تقصر، وراي شغل، حياك الله. جايبه يا أبجانتي يا حبيبي عليك على الورطة. لا لا تكون بدها تشتري، لقيت المحل مسكر. ليش ايديتك عاطلة انت يا أبجانتي؟ يلا 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 تحرك تحرك بي يلا. لوين بإذن الله؟ روح هناك عندي شغل بتخلصه وبترد وياي هني بعد مرة ثانية. ايه بأموري. يا محل الفسحة عين عيني على راس السجن والشباب نايمة يا عين عيني وانا وحدي سهران وينك يا امي ليش تركتيني ليش تركتيني يا امي والله أنا مشتاق لك. آه الله يرحمك يا أمي، كنت تقولي لي يا عماد أنت القط بيعمل عشاك. والله يا أمي مو بس القط بيعمل عشاي، أنا كل الناس أكلوا عشاي. شو بقى هي لا من تمة ولا من كمة؟ شو نامي؟ لا تكون فطسي. استغفر الله العظيم، ناقصنا مشاكل. قديش الدولار اليوم شباب؟ اه صحيح هدول نايمين، ليش نايمين هدول؟ عم الدنيا لسه والله ما عاد نعرف النهار من الليل. ليش بيرتفع الدولار؟ بيقوم بيرتفع الذهب؟ بيقوم بيرتفع الخس؟ شو دخل الخس بالدولار بالذهب؟ والله هذيك المرة شفت خسة طايرة على قد ما مرتفعة. تسدد يمين ويسار وتطالعني من المنظرة، شو تتحراني ما اشوفك؟ لا والله ما عم بتحركي ولا شيء، بس يعني لك فترة ما حكيتي، خفت عليكي قلت اطمن. بعدين انا لازم اتلفت يمين ويسار، بتعرفي هي التلفيتة رسبتني 3 مرات بفحص الليسة. ويه
إذا على الحالة هذه علي بنا واحد ثالث يطمن علينا. حشة الوحدة لازم تخافي هي يوم تركب وياك. لا من هالناحية تطمني، محسوبك أبجانتي كينج أوف سوناتا. فوتي على جوجل واكتبي سير شيك عني أبوجانتي.com وشوفي شو بيطلع لي. بس عاد اسكت. حاضر. ومعه جوابية هالمرة، الله يعين جوزك. إذا بتضربه ضرب بتكومه بالأرض. إيه أنت بلاش من الصبح ياس تحرطم تحرطم تحرطم، ترك عولت براسي بس. أنا بأموري بس سمعينا زموري. بيب بيب. والله دمك خفيف.